شمال للتالتة يمين حسن غنيمة في استاد القاهرة مع جمهور نادي الزمالك. حسن اتفضل. من استاد القاهرة تحياتي ليك كابتن سيف زاهر، تحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. بالتأكيد لسه مستمرين معاك يا كابتن سيف ومع كل السادة المشاهدين بالتأكيد في تغطيتنا الخاصة على مدار اليوم لمباراة القمة، مباراة الأهلي والزمالك. بالتأكيد جمهور نادي الزمالك بيتوافد على التالتة يمين خلاص بعد ما درجات الحرارة انخفضت بشكل كبير حسب الأعداد المقررة، ولو كانت الأعداد الحقيقة مفتوحة كنا هنشوف الاستاد ده مفيش موضع لقدم سواء من جمهور الأهلي أو من جمهور نادي الزمالك. الحقيقه الحماس واضح جدا على الجماهير البيضاء اثناء دخولها الى الثالثه يمين عشان يشجعوا فرقتهم، يمكن التشجيع بالاعلام بقى والطبول للزملكاويه الجميله البيضاء الحقيقه، وهي ده وهم داخلين للمدرجات بالتاكيد عاملين جو رائع جدا، وده اللي بيعكس بقى اللي هنشوفه بالتاكيد جوه ارض الملعب. بالتاكيد دائما وابدا الكوره متعتها في حضور الجماهير، لما الجمهور بيكون موجود بيدي طابع من البهجه والفرحه للمباراه والنوع من النديه والحماس للاعبين والمتفرجين، بيبقى المباراه بالتاكيد يا كابتن سيف في حته تانية خالص. عشان كده كمان شايفين جمهور الزمالك وهو داخل استاد القاهره بيجهز كده شويه مفاجات بقى هنشوفها في المدرجات، بعض اللافتات لبعض اللاعبين لتشجيعهم، اهمهم حارس المرمى اللي تالق بشكل لافت للنظر في الفتره الاخيره محمد عواد. جمهور الزمالك بالتاكيد مجهز له لافته ومجهزين لافته ايضا للبروف جيزبالدو فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك اللي دائما وابدا بيحوز على اعجاب الزملكاويه بادائه كمدير فني مع نادي الزمالك. يمكن كابتن سيف من خلال رؤيتنا للتراي ماتش الاخير لتدريب فيريرا مع نادي الزمالك من الواضح بنسبه 90% نقدر نقول انه ممكن يبدا النهارده بنفس التشكيل اللي بدا بيه مباراه غزل المحله، وهنشوف محمد عبد الغني بيلعب في مركز وسط الملعب الديفندر، فهنشوف بعض الحاجات المتشابهه اللي شفناها في مباراه غزل المحله اللي فاتت امام نادي الزمالك. كمان على الجانب الاخر جمهور الاهلي متواجد في الناحيه الثانيه المواجهه لجماهير نادي الزمالك، والروح الرياضيه واضحه ما بين الجمهورين سواء جمهور الزمالك او جمهور الاهلي من خارج الاسوار الحقيقه او داخل الاسوار، نتمنى ان الروح دي تستمر داخل ارضيه الملعب. بالتاكيد كمان يا كابتن سيف شايفين ارضيه ملعب استاد القاهره النهارده هنشوفها في صوره اكثر من رائعه، سجاده خضراء بمعنى الكلمه، وده اللي اعتدنا عليه في ارضيه ملعب استاد القاهره اللي اعتادت دائما وابدا على استضافه كبرى المباريات واهمها طبعا مباريات القمه. شايفين طبعا يعني الجماهير اهي حواليا بداوا عايزين يدخلوا الى المدرجات عشان يساندوا فرقتهم. بالتاكيد هنكمل معاك يا كابتن سيف لحظه بلحظه اجواء جمهور الزمالك وجمهور الاهلي على مدار اليوم. العوده ليك كابتن سيف، تفضل. شكرا جزيلا للمتالق حسن غنيمه وجمهور نادي الزمالك في تجمع الحقيقه ورا حسن، والامور ماشيه هناك على ما يرام. كل التوفيق ان شاء الله باذن الله للفريقين في هذا اللقاء، كمان كل التوفيق للجمهورين، عايزين لقطه مبهره بالنسبه لنا، عايزين المظهر والمشهد يكون حضاري، وده ان شاء الله باذن الله اللي انا على ثقه كبيره فيه.